وفي خبرنا الأخير، حيث باشرت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بتسيير رحلاتها المخصصة لنقل المعتمرين من المطارات العراقية إلى مطار المدينة المنورة بعد افتتاح خط مباشر مع المملكة العربية السعودية. مدير عام الشركة ميران فريد قال أن الجهود الأخيرة أسهمت في تنشيط هذا الخط مرة أخرى لأهميته في تقديم خدمات أفضل لضيوف الرحمن، مضيفا أن الشركة اعتمدت جدول رحلات منتظم وحرصت على دقة مواعيد الرحلات وتأمين الاحتياجات والإجراءات المتعلقة بتفويج المعتمرين إلى المملكة كافة.